مع الحكيم مع الدكتور عبد العزيز الراجحي. مستمعينا الكرام، معنا الآن الدكتور أحمد وجدي. الدكتور أحمد وجدي هو استشاري الحول وطب عيون الأطفال بمستشفى مغربي بالرياض بطريق الملك فهد. دكتور أحمد حياك الله معنا. أهلا وسهلا حضرة عزيز، أهلا بيك. الله يحييك. دكتور أحمد، خلينا نبدأ في البداية بشرح أو تعطينا فكرة بسيطة عن أنواع الحول. إحنا نعرف أنه في حول خلقي وفي حول مكتسب بعد الولادة، ممكن تشرح لنا الفروقات بينهم؟ بالنسبة للحول، أكثر الأنواع شيوعا في الحول هنا في المملكة العربية السعودية هو الحول الأنسي أو الحول الداخلي، لو طبعا بيكون يعني واحدة من العنتين يعني فيها ميلان في اتجاه الأنس، ده اسمه الحول الأنسي أو الحول الداخلي. طبعا ده أكثر أنواع الحول شيوعا في الشرق الأوسط وفي المملكة بوجه خاص. الأنسي بينقسم إلى قسمين، القسم الأكثر شيوعا اللي بيمثل أكثر من 90% من حالة الحول الأنسي، يعني ده حالة يكون مكتسب، بيظهر من عمر تقريبا من 6 أشهر إلى عمر 4 سنوات بيظهر عند الأطفال، وده اسمه الحول الأنسي التكيفي. الحول الأنسي الخلقي في حالة مش كومن أو يعني شوية بيكون نادر شوية، بيظهر في أول 6 شهور من العمر عند الطفل، وده اسمه الحول الأنسي الخلقي. طيب دكتور، يوم تقول أنت حول أنسي، شو المقصود فيه؟ العين تكون داخل الجوة ولا العين تكون داخل البرة؟ الأنسي العين بتكون ميلة للداخل ناحية الأنف. بالضبط كده. الحول الثاني اللي هو العين بتكون متجهة اتجاه الأذن، اسمه الحول الوحشي أو الحول الخارجي. جميل. وانت تقول حسب ما هو معروف والدراسات، الأنسي هو أكثر انتشارا في أكثر شيوعا الحقيقة. أكثر شيوعا. طيب الدكتور، أهالي دائما يتساءلون متى نلجأ للطبيب أو متى نشك أن الطفل عنده حول؟ أحيانا الأطفال في سن صغيرة في بداية أول كم شهر من الولادة، كثير من الزوار أحيانا والأقارب ينظر للطفل يقول كأن الولد عنده حول، هل هذه مهمة؟ هل في سن معين بعد كذا ممكن يعني ننظر أو نبحث في الحول؟ والله طبعا ده كده يعني بشكر حضرتك على سؤال مهم جدا، ده حقيقة عشان فعلا يعني دي حاجة بنواجهها تقريبا ديلي براكتس في العيادة يوميا، بنشوف الشكوى ديت. أب وأم داخلين بيبي عنده شهر نص أو شهرين أو 4-5 أشهر بيقولوا لي ابني عنده حول. يعني طبعا هنا أكثر الحالات هقول بس أكثر من 80% من الشكاوي دي غالبا بتكون شكاوي حميدة، الطفل فعلا مش بيبقى عنده حول خالص خالص، ولكن يعني شيء طبيعي في الطفل اللي هو مثلا قبل سن التركيز والمتابعة، لاحظ في الإنجليزي بيسميها الفيكسيشن أند فولوينج، يعني الطفل لسه ما بدأش يركز على الحاجات ويتابع الحاجات، اللي هو في العادي بيكون عند فينا شهر نص الى شهرين. الفتره دي يعني شيء طبيعي، الطفل ساعات بيمين العينتين في الداخل كشيء من المحاوله ان هو يبدا يعمل فيكسيشن اند فولوينج على الاشياء، فطبعا ده شيء عادي جدا وشيء طبيعي جدا، بس لازم برضو الاب والام يجيبوا الطفل عشان يطمن ان هو everything is fine، العصب كويس والشبكيه كويسه، يعني ما تبقاش اي مؤشرات سلبيه جدا. اذا الرساله اللي انت بتوصلها انه الطفل الى ما قبل 6 أشهر غالبا ما نقدر نشخص الحول من ناحيه وجوده او عدم وجوده، طبعا احنا نتكلم عن الحول البسيط لان العين لا زالت في مرحله التطور والنمو، بعد 6 شهور هي اللي تكون اوضح حالات الحول، ولكن هذا لا يمنع ان الاهل اذا شكوا في حول انهم يزورون طبيب العيون ولا ينتظرون تخصص اطفال طبعا ولا ينتظرون الى ما بعد 6 أشهر. طيب دكتور أحمد، ما هي طرق علاج الحول؟ هل الجراحة هي الحل الوحيد؟ والله ده صعب عزيزي، طبعا العلاج يعني الحول الأنسي يعني في أكثر من طرق علاجية، هي طبعا بنخص بالذكر طبعا الحول الأنسي التكيفي، هي طبعا دوت غالبا أكثر من 90% من الأطفال بيكون مصاحب معهم طول نظر، هي طبعا بيتم الفحص الطبي الدقيق عن طريق قطر معينة عشان نعمل توسيع بيها الى حدقه العين، بعدين بنفحص الفحص الشامل والوافي بالنسبه للعصب والشبكيه، ده طبعا بنطمن على مقاس النظر عن طريق احدث اجهزه الكمبيوتر اللي هي الحمد لله موجوده عندنا في مستشفى مركز مغربي. واول حاجه يعني غالبا الطفل بيكون عنده طول نظر من 4 درجات إلى 5 درجات، اول حاجه بياخد مقاس النظاره، يعني طبعا لازم نقنع الاهل طبعا انه ما لازم يقنعوا الطفل انه حيواظب على النظاره اطول فتره ممكنه، وبعدين بشوفه تاني بعد لبس النظاره بانتظام بشهر الى شهر ونص. والله لو النظاره قدرت تعمل كنترول كامل على الحول، يعني هو في اثناء لبس النظاره يعني العين بقت مظبوطه 100% مفيش اي حول، يبقى خلاص
الصفة ده ملوش أي عمليات، هيكمل فقط على نظارة وهنطبقه لست أشهر. إذا الطفل تم علاجه بالنظارات، استخدم النظارات واختفى الحول مع النظارة، أفهم منك أنه ما عاد يحتاج عملية؟ لا خلاص. طيب إذا في حالة مثل هذه، الطفل لو شال النظارة هل يظهر الحول؟ لو شال النظارة هيظهر الحول. إذن النظارة هي فقط تتحكم بالحول بحيث أنه ما يظهر، ولكن لا تعالج نهائيا. درجة الحول مع استخدام النظارة ستقل مع التقدم في العمر، لكن من فترة لبسه أو بدايته بالعلاج إلى أن يكبر الطفل، الأهل لازم يكون عندهم خبر أنه إذا شال النظارة الحول سيظهر. كلام سليم. جميل. طيب في حالة النظارة ما نجحت في التحكم في الحول، لو النظارة ما قدرتش تعمل كنترول كامل على الحول، يعني أثناء لبس النظارة يعني برضو السن في زاوية معينة من ميلان العين إلى الداخل، يبقى الحل الوحيد هو الجراحة. الجراحة دكتور أحمد، هل هي عملية واحدة مضمون نتائج؟ طبعا ما في شيء مضمون في العمليات الجراحية، لكن أقصد هل تكفي عملية واحدة لإصلاح درجة الحول، أو يحتاج المريض عادة أكثر من عملية؟ والله فعلا في اغلب الحالات بيكون هي عمليه واحده، لكن طبعا زي ما حضرتك عارف بالنسبه لردة فعل العضلات العين والعين بتستجيب ازاي بعد العمليه في اول شهر، احتمال يعني في الحاجه الى اجراء عمليه اخرى في خلال 4 شهور او 5 اشهر من تاريخ اول عمليه لتعديل حول بنسبه يعني 100%، وفي بعض الحالات القليله جدا ممكن احتاج الى اجراء عمليه ثانيه. إذا نفهم من كذا يا دكتور أنه عمليات الحول إذا احتاج الطفل أو الشخص إلى عملية ثانية أو حتى أحيانا ثالثة لتعديل الدرجة، هذا لا يعتبر أنه فشل في العملية الأولى أو مضاعفات أو خطأ طبي، فشل طبيعي. طيب دكتور أحمد، احنا تكلمنا الآن عن الحول في الأطفال، من ضمن العلاجات اللي دائما نشوفها ونسمع عنها لعلاج الحول اللي هو علاج كسل العين، ومن ضمنها تغطية العين أو وضع القطرات زي ما ذكرت أنت قبل شوي. إذا أنا والد أو والدة طفل، والطفل أنت عارف يرفض أنك أنت تغطي عينه اللي يشوف فيها كويس لأنه يتضايق منها، أوكي، هل هذا شيء بسيط ممكن نتغاضى عنه، أو لازم أنا كأب أو كأم لازم أصر بشدة على تغطية العين؟ ما مدى خطورة عدم الالتزام بتعليمات تغطية العين؟ والله دكتور عبد العزيز، موضوع كسل عين او الامبليوبيا صراحه بنسميه يعني عندنا هنا في طب وفي الاطفال، يعني اعتبر ده البعبع بالنسبه لكل حالات الاطفال اللي احنا بنشوفها، اللي طبعا هي حاجه زي يعني الفارق الصامت، يعني بشبهها دايما بالجلوكوما في الكبار، يعني فيش اي الم ولا في اي حاجه، يعني طبعا الطفل ما فيش اي كومبلين، ويعني العين يعني تكسر بدون اي انذار للطفل، فطبعا دي شيء في غايه الاهميه ان الطبيب الشاطر يقدر يعني يشخص العين الكسوله، ولازم يكون في تعاون كامل بين الاهل والطفل في البيت، ان هو لابد انه يغطي العين السليمه من 2 إلى 4 أو 6 ساعات حسب وضع الكسل العين التاني. طبعا ده شيء ما فيهوش مجال للنقاش او للإهمال، يعني طبعا هذا يعني شيء مهم جدا جدا جدا. هل في وسائل تنصح فيها الاهل استخدامها مع الاطفال لتشجيعهم على تغطيه العين؟ بعض الاطفال يخجل من تغطيه العين، يعني يتعرض للسخريه من اصدقاء او زملاء، هل في نصائح من واقع خبرتك وتعاملك مع اهالي كثيرين استخدموها الاهالي لاقناع الاطفال بلبس الغطاء؟ عشان طبعا حاجه موضوع السكور والاطفال ده دلوقتي بيقولوا له التاني مغطى عينك، بيقولوا التريقوا عليه، ف افضل نصيحه بقدمها للاهل ان هو الباتشنج او الغطاء العين دوت نخليه فقط في البيت، هو مثلا قاعد على الايباد او قاعد على التي في، يعني او حتى ابنه هو بيذاكر بياخد درس مثلا ساعه او ساعتين في اليوم، ان اكون وسط البيت وسط الاهل، عشان موضوع السايكيك امباكت او العامل النفسي ما يضايقش الطفل خالص ويعقده من الغطاء لو حد من زمايله اتريق عليه في المدرسه، يعني مينلي ات هوم. في حالة زي هذه تتحاشى الغطاء يكون أثناء الدراسة ويكون فقط طبعا في أثناء التواجد في المنزل. أكيد. طيب دكتور أحمد، هل ممكن أن الكسل في العين لا يكتشف إلا في سن كبير؟ أحيانا نسمع الناس يعني في العشرينات في الثلاثينات ويروح للطبيب ما يشتكي من أي شيء أموره طيبة، يروح عند الطبيب يقول له الطبيب عندك كسل في العين، هل معقول مر كل الثلاث السنين هذه الطويلة لا المريض حس ولا حد اكتشف الكسل؟ ده بيحصل يا فندم الحقيقة، وللأسف يعني دي بنشوف كتير جدا جدا جدا، عشان السكرينينج بروجرام أو يعني الفحص الأطفال أساسا مش موجود بكثرة
الشرق الاوسط عامه، يعني الطفل بيكشف عن رؤى الاطفال اكثر من مره، بيشيك على النظر كده طبيعي خالص في المدرسه، السكرين اكزام العادي بيقولوا انت كويس مفيش مشكله. القصه بتحصل عشان يعني الطفل بيكون عنده عين ضعيفه جدا والعين الثانيه بيرفكت او يعني بيشوف بيها ممتاز جدا، اما كده الطفل عمره ما يشتكي او يعني عمره ما يحس ان هو مش شايف او في مشكله. القصه بتكبر، القصه بتكبر مع الطفل، بيكبر معاه ساعات، بس اغلب الوقت فقط بيركز بس بعين واحده، وفجاه بيكشف بقى مثلا نظر مثلا داخل الجيش او داخل المدرسه مثلا، هو سن كبير مثلا 12 سنه 14 سنه، فجاه مثلا بيشيك على نظر لا مثلا عين مثلا ناقص 4 درجات او ناقص 5 درجات، والعين الثانيه نورمال. اذا في الحاله هذه كسل العين، هل العين الخارجيه منظرها الخارجي يكون طبيعي او تكون اصغر مثلا؟ الكسل في الاول مش بيكون في اي فرق خالص في شكل العين، بس الكسل اذا اهمل فترات طويله واشهر وسنين طويله تبدا يحصل حول، سواء حول داخلي او حول خارجي اكثر مثلا في الكبار. بس لكن من ناحيه حجم العين والتكوين التشريحي للعين العينين زي بعض تماما. طيب سؤال اخير دكتور، بالنسبه للحول عند الكبار وش العلاج في حالتهم؟ هل برضه نغطي العين؟ الحول في الكبار يعني فقط العلاج بيكون فقط من ناحيه جراحيه طبعا عشان تحسين الشكل الجمالي للعين، اما من ناحيه الوظيفيه للاسف الشديد طبعا دي خلاص بيكون فقره من زمان، عشان طبعا التغذيه والقصه دي خلاص بيكون تعبت من قبل سن 9 سنين قبل سن 10 سنوات، فقط بيكون الحول في هذا السن فقط بيكون شيء من تجميل فقط. اذا السبب الرئيسي للحول سواء كان كسل للعين او اي ضعف كان عند الكبار لا يمكن إصلاحه، ولكن العملية يكون الهدف الوحيد لها هو التجميل فقط. بالضبط. شكرا لك دكتور أحمد وجدي، استشاري الحول وطب عيون الأطفال بمستشفى مغربي بالرياض بطريق الملك فهد.